أنا أم الشهيد يامين بسام أسواق سعاد دنيا من محافظة اللاصقة. نحن امرأة واحدة. استشهد ابني بال 2013. قعدت فترة بالبيت وبعد منها حكوا معي من جهة معنية إنه في دورات لأمهات الشهداء مشان الخياطة. رحت نزلت أنا سجلت بالدورة وساوينا دورة 3 شهور وبعد منها عطوني هاي الهدية ماكينة، الماكينة هاي هدية وجبتها على البيت وإجيت. ما كانت شوي إنه ظروفنا يعني لا في راتب لا في شيء، فقلنا يعني وعندي صبية طالبة جامعة إيه كمان إجباري هذه بدي أنا يعني كفيلها، بدي أعطيها تكمل علمها أول، أنا وحيدة ما عندي غيرها. وقت اللي استشهد يعني كانت كثير انه خلص انا لا عاد اشتغل لا عاد يعني حتى انا كنت اشتغل قطاع خاص، انا تركت وقفت الشغل تماما يعني ما عاد اشتغلت نهائيا، يعني ما عاد الك قلب انك يعني اول ما عاد الك قلب تطلعي، بس لا لازم يعني فتره هيك بتعدي يعني بتكون لازم انت تقوي. هلا انا وقت اللي اجتني هاي الماكينه على اسم ابني يعني انا حسيتها رساله منه انه ماما هاي الماكينه مني انا، قومي اشتغلي قومي كملي مسيرتي انت لا تقعدي بالبيت. كل وحده لون وكل وحده لها حكايه هي، وصدقيني اذا بتشتغل من هلا لحتى موت يعني ما بكمل انا حكاياتي مع ابني. هلا بقعد وانا صورته قدامي هيك، يمكن اول ما بخلص القطعه انا بيكون اول مين بشوف ابني. بفتخر اني عم بشتغل هذا الشغل، انا بفتخر اني عم بشتغل هذا الشغل وفيني اقدم شيء يعني منه كمان انه مردود الي، ومنه كمان منه عم يستفاد يعني اسر شهداء ثاني غيرنا نحن. نصف العالم بيننا يحوم شيء في داخلي اريد ان يقوم. شغلي انا يعني كلياته مع امهات شهداء، ما معنى حدا انه هي كله امهات شهداء. احيانا بتشوفينا عم نبكي، احيانا بتشوفينا عم نضحك، احيانا يعني حياة يعني هي حاسة بوجعي وأنا حاسة بوجعها بنفس الوقت، بحسوا كل قطعة عم هذا بحس هيك عيونه عم تتطلع علي. الأم السورية إذا عطت بتعطي من قلبها، من قلبها من جوا، كل قطعة وكل قطبة، مو كل قطعة كل قطبة أنت عم تساويها وعم تشتغليها هاي بتطلب يعني بتكون حكاية عن ابنك أنت. هي ما رح يلاقوا أقوى من الأم السورية. لو انك بتشوفيها انه ضلت فتره وضلت هذا لحالها بتقوم ان شاء الله بتقوم تشتغل وبتنتج لانه ما في ام يعني ما في ام الا اللي عندها اسره بدها تقوم ترعاها بدها تقوم تساوي لها بدها تقوم اجباري هيك.